يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت نهاراً طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود ليلاً طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيانوا بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على مدن ومحافظات الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.